وهذه تجيب الفضل والمؤسسات والمؤسسات كوحم. حنايا باذن الله نديرو لكم الديبو تاع التونسي وحنا مواصلة للحملة التحسيسية الإعلامية أو القافلة الإعلامية التحسيسية الموجهة لمناطق الظل. هذه القافلة اللي كانت انطلاقتها خلال الشهر الماضي يوم 15 سبتمبر، والهدف منها هو زيارة كل مناطق الظل أو المناطق المعزولة لولاية شلف. والهدف من هذه القافلة الإعلامية التحسيسية هو ربط جسر ما بين الشباب وجهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في إنشاء المؤسسة المصغرة، وكذا تعريفهم بالاستراتيجية الجديدة للجهاز، وهي من بينها رفع التجميد عن بعض النشاطات والنشاطات المتعلقة بالنشاطات الفلاحية والنشاطات الخدماتية.